كيفاش طارق المليح اليوم حركة جداد يوم جديد كما عودناكم يوميا الرياضة كنديروها من بعد التسخينات التسخينات كنبداو من الفوق لتحت وكنسخنو كنحركو الجسم ديالنا كامل ملي كنكون سخنت من الفوق لتحت كامل الجسم ديالي سخنت اليوم غنديرو واحد التحدي غنكون واقف في بلاصتي بحال هكا غادي نهبط اما غندير لي تراكسيون لي بومب بحال هكا على الصباع الجهية اما اللي جاتني صعيبة ندير على ركابية وندير هنا ياك ونطلع ملي غنطلع غندير سكوات وحدة ونهبط انا غنهبط على ركابية غندير لي بومب ونطلع سكوات ونهبط هادي غندير 20 مرة غنرتاح 30 ثانية وغنعاودها 5 المرات هاد الحركة هادي كتخدم الجسم كامل يعني كنخدم الفوق كنخدم لي زابدو ديالي انا فيهم الكيناج كنخدم الظهر ديالي كنخدم العضلات ديالي وبما اني كنهبط ونطلع كنخدم ليكيليبر وكندير مع لي سكوات يعني كنخدم الفخاد ديالي سيت ان اكزارسيس كارديو انا دابا بجوج مرات كنحس بالسفل ديالي بدا كيتقطع يعني خدموها 5 د المرات 20 مرة 5 د المرات وارتاحوا 30 ثانية بين لي 20 هادوك وبذلك غنكونوا درنا 30 دقيقة ديال الحركات اليوم كنتمنى لكم الصحة والعافية وعدونا في حلقة قادمة ان شاء الله.